بالرغم من أن جميع المسيحيين لهم نفس الكتاب المقدس، إلا أنه يوجد أعداد كثيرة من الطوائف والمذاهب المسيحية. فهل جميعها يتبع تعليم الكتاب المقدس بدقة؟ أم أن هناك تعاليم مزيفة غير كتابية أقحمها إبليس في عقول الكثيرين؟ كيف لنا أن نميز بين ما هو حق وما هو باطل؟ بين ما هو كتابي وما هو غير كتابي؟ بين ما هو إلهي وما هو بشري؟ من خلال برنامج تكلم يا رب، سوف نجيب من الكلمة المقدسة وحدها عن أهم الأسئلة التي تشغل عقول الكثيرين، فانتظرونا قريباً.